حبايبي طلاب المرحلة الابتدائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس عايز أسألكم سؤال، أنتوا ليه متعبين أوي في موضوع المذاكرة؟ ليه لما حد يقول لك ذاكر بتحس كأنه عقاب؟ أنت شايف بابا قد إيه هو بيتعب في الشغل، بيرجع من الشغل تعبان وبيجيب لك كل اللي نفسك فيه، حتى لو الظروف مش مساعداه بيحاول يوفر لك على قد ما يقدر كل احتياجاتك. ماما زي ما أنت شايف في البيت أي أكلة أنت بتحبها ما بتتأخرش عنك في حاجة، ليه بقى لما بيقولوا لك ذاكر تحس كأنهم بيعاقبوك وانت بتزعل جدا وتهرب وعايز تعمل اي مشكلة علشان تطلع من موضوع المذاكرة؟ طب قولي انت لو ما ذاكرتش دورك ايه في البيت؟ قولي بس، رد عليا، دورك ايه في البيت لو انت مش بتذاكر؟ كل الحاجات اللي بتتعمل دي عشان خاطر سيادتك وعلشان انت تنفع نفسك في الاخر، يعني هما علشان مصلحتك انت بيقولوا لك ذاكر لان هو ده دورك، ولو مش هتأديه يبقى انت بتعمل ايه في البيت؟ خلي بالك، هي الموضوع في البداية بيبقى صعب. يعني ايه؟ يعني انت لما بتيجي تبدأ اي حاجة في الدنيا، خلي بالك مش المذاكرة بس، اي حاجة في الدنيا حتى الوظيفة الجديدة، اول يوم في الوظيفة الجديدة بيبقى متعب جدا جدا، انت مش متعود على الشغل. نفس فكرة المذاكرة، في البداية بتبقى صعبة والموضوع ده متقيل والكتاب يعني غلس، لكن صدقني بعد ما تلاقي نفسك ذاكرت وابتديت تحل تمارين وابتديت تفهم هتبقى انت حابب تقعد على الكتاب، ولما حد يقول لك تعال روح المشوار الفلاني او هات للطلب الفلاني تحس انك متضايق ان هم قوموك من على الكتاب. صدقني هتوصل للمرحله دي، بس انت ركز ركز واستحمل شويه الغلاسه اللي في الاول. اي حاجه في الدنيا بتبقى بدايتها صعبه، تمام؟ في مثل الماني كده بيقول لك اليرن فانج استشفير، يعني كل بدايه صعبه، اول ما بتعدي المرحله دي كل حاجه بعد كده بتبقى لذيذه جدا. صدقني حاجة اسمها نظرية المياه المتسخة، يعني انت لو جايب خرطوم موصله بالحنفية هتبص كده في الاول هتلاقي شوية مية مش نضاف نازلين، ليه؟ لان في تراب جوه في الخرطوم، اول ما المية بتنزل المية مش نظيفة، هم دول شوية التعب اللي في البداية، بعد كده المية بتنزل في منتهى النظافة. نفس الفكرة، اي حاجة بنبدأها بتكون متعبة. كل اليوتيوبرز اللي انت شايفهم دول وقعت تتفرج على الفيديوهات بتاعتهم خد وقت طويل لغاية ما القنوات بتاعتهم اتشهرت، تعبوا جدا في البداية. اي نعم في منهم اتشهر بسرعة، بس الاغلب الاعم القاعدة العامة بتقول ان لازم تبذل مجهود في كل حاجة في الاول وبعدين بتحصل ثمرة العمل ده. اجتهد في المذاكرة، صدقني هتحبها وهتلاقي نفسك انت نفسك بتقول انا عايز اذاكر. ياريت توصل للمرحلة دي في اسرع وقت قبل ما مستواك ينزل. تحياتي ليك مستر ياسر، ونتقابل في فيديوهات تانية كتير.